ترجع انت ليش صاعد نازل؟ مرحبا أصدقائنا، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح ناخذكم ويانا جولة، لأنه عندنا عطلة يومين لازم نشتري أغراض ومسواق ونخزن. فلا جديات، لأنه محتاجين تحدي، لازم نسوي تحدي. تحدي اليوم ما راح أطبخ، نشتري من برا ونسوق ونشوف بعد شنو راح نسوي اليوم. ابقوا ويانا إن شاء الله يعجبكم الفيديو. تمر البصرة، شوفوا لقينا، بس لقينا التمر صارت حارة. اشتريناه يعني لقيناه هنا واشتريناه بالمنطقة اللي جيناها، طبعا مو مدينتنا زين. بس شنو والله تمر البصرة يجنن، بس شو احنا جبناه نريد ناكل، صارت حارة موت من الحر. شغلنا تبريد. ايه هسه سوقنا، اشتريت كم غرض بالبيت راح اراويكم اياهن، ما لحقت شو هنا هاي المدينة ازدحام، استحيت اصوروها. فهسه خلونا نروح للمطعم العراقي ناخذ كباب حتى نسوي تحدي، اوكي؟ لانه هواي طلبوا من عندنا الكباب العراقي تحدي. احنا مسوينا من قبل سنة تقريبا، وصل الفيديو 1,000,000، بس راح نعيده لكم. مدام وصل الفيديو 1,000,000 راح نعيده لكم وتدللون حبايب قلبي. اجينا هسه الاطيب كباب عراقي بالمانيا راح ناخذ حتى نسوي لكم تحدي. راح يجيب لنا محمد، بس بعد نريد فلافل ونريد قص، الجهال هماتين يردون، فراح ناخذ لهم من غير مكان، مو نفس هذا المكان. واريد لبن ويا هذا تمر البصره، هسه بلكي يجيب لي لبن. الله، هاي المن الورده، هاي المن الورده، المن الورده دومي اليه اعطيني اياها. الله، المن هاي طيبه، المن اليه انطاني اياها وخليتها بشعري. الماما هاي اعطيها الماما اليه دومي، اعطيها الماما دومي اليه اعطيني اياها. هو انطاني اياها الولد، جابها الي خليتها بشعري، بس هسه رجع اخذها. يلا يلا بس استاس من نرد احكي، ماما طفي. يلا احكي احكي. عز سوينا صور انا واندومي، وسويت صور الاندومي. طفيها دنيا. نسيت شرد احكي، انت مو قلت لي لا تطفيها. صور الاندومي، واذا تردون تشوفون روحوا على انستغراماتي، خلي اراويكم اياها. بس الاعلانات يمي، انا ما يجيني احد يحبني، بس على الاعلانات. هاي تسوي اعلانات للانستغرام، هذا اسم انستغرامي، روحوا شوفوه. دنيا باش تسوي، خليك يا هاني. هسه رجعينا للبيت وحاليا دا نحضر للتحدي مالتنا اللي هو اليوم كباب عراقي. طبعا حار والخبز حار والزلاطه العراقيه هماتين. وهنا عندنا شنو؟ الزلايق اللي انا مسويهم هنا قص، لا قصات لف. ولفات قص هنا، لفات قص هماتين حارات. يابا شنو هاي؟ هاي اللي يقول لك يجيب خبز بغداد حار، جبناه احنا من غير مدينه. عنبه عراقيه، عنبه وصاص. يلا هسه دا نحضرهن كلهن على مود يبدي الافتراس. طبعا الافتراس والتحدي وين تلقوه؟ بقناتنا التحديات. نحير ايش راح ناكل اليوم، شي اطيب من شي. القاص الكباب هاي شنو هاي دومي؟ سوي تحدي دومي. خنف الله عليه اللي اخترع لنا هذا التليفون. والله يكثر من امثاله. اكيد الله يكثر من امثاله. ها ايش قد لافينا الكباب والريحه طالعه. هذا الكباب مالتنا، شوفوا هذا مستشفى ترى، مو حديقه عامه. هذول الاطفال مرضى ترى، ها. وهنا مسوي لهم هيك ملاعيب وشغلات، شوفوا
طبعا هسه للاسف ورا الغداء شموسه كلش تخربطت، وجبتها راسا مباشره للمستشفى. جبتها للمستشفى عندها دوخه قويه، هي راحت للدكتور انطاها حبوب وانطاها موعد ثاني للتحاليل. بس طبعا هاي كلها من ضغط الدراسه، الله يساعدهم الطلاب، بس ان شاء الله خير. خلينا نشوف هنا ايش راح يقولون. يلا ششة هسه طلعينا طبعا من المستشفى لانه لازم يحاولون ان نرجع للدكتور، فاليوم عطلة اجينا للمستشفى. للأسف انه الشمس عندها خربطة بالضغط وعندها فقر دم. بس الضغط شلون يقدر ينزل اكثر يعني من يصعد؟ ينازل عندك ما اعرف ليش. شلون؟ ما ادري. شو هاي ماكو؟